بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. ووقفنا عند كلمة الحكيم، وقلنا إن حكيم على وزن فعيل، وفعيل تأتي مرة بمعنى فاعل، كما تقول فلان رحيم بمعنى راحم، أي تقع الرحمة منه على غيره. وفلان قتيل بمعنى مقتول، أي وقع القتل لا منه ولكن وقع عليه من غيره. فحكيم إما أن تكون بمعنى فاعل وإما أن تكون بمعنى مفعول. فبمعنى مفعول وقعت الحكمة من قائله عليه فصار محكما، وإن كانت بمعنى فاعل حكيم بمعنى حاكم، وكلمة حاكم تدل على أن هناك فريقين، فريق يقول قضية والآخر يناقضه، فيأتي الحاكم ليفصل بين الأمرين بعدل وإنصاف وحق. والقرآن جاء هكذا، القرآن جاء حاكما في أمر القمة، وأمر القمة اختلف الخلق فيها، فمنهم من أنكر وجود إله وهم الملاحدة، ومنهم من قال الإله غير الله، ومنهم من قال الإله شريك لغيره. فجاء ففصل في هذه المسألة وحكم فيها حكما واضحا، فقال يا من تقولون لا إله أنتم كذابون، ويا من تقولون الإله غير الله أنتم كذابون، ويا من تقولون الإله له شركاء مع الله أنتم كذابون، وإنما هو إله واحد. هذا أول حكم في قضية القمة. وما دام الحكم في قضية القمة قد صح، إذن فالاستقبال سيكون واحدا، لأنه لا آلهة متعددة، فهذا يضارب هذا وهذا يناقض هذا، بل هو إله واحد يصدر حقا وحكم واحد ليحقق الوحدة في التكاليف للناس جميعا، ويخرج جميع الناس من أهوائهم إلى مراده إيه؟ إلى مراده هو. ويكون حاكما أيضا في الأفعال، بعض الناس يقول هذا الفعل حسن وبعضهم يقول قبيح، فيأتي ليحدد الفعل الحسن فيأمر به ويحدد الفعل القبيح فينهى عنه، ويأتي فيقول هذا حلال وذلك يقول لا هذا هو الحلال، فيأتي ليبين الحلال من الايه من الحرام. فحكم في العقائد وفي الافعال وفي ذوات الاشياء حلا وحرما، وحكم في قضية هامة هي يجب ان تلي قضية الحكم في قمة العقيدة، وهي صدق البلاغ عن الله. صدق البلاغ عن الله يعني أن هذا الرسول الذي يقول لكم قال الله كذا لا بد أن يكون صادقا، فيحكم في هذه القضية حاكم في هذه القضية، بمعنى أنه جاء معجزا، ومدام معجز إن لم تكونوا قد صدقتم بأن هذا رسول فأتوا بمثل ما جاء به هذا الرسول، فإن عجزتم هو لا يقول من عندي وإنما يقول أنا أناوله من إيه من خالقه. وسواء كانت حكيم بمعنى فعل او بمعنى مفعول، فقد دلتنا على انها تضع الاشياء في نصابها وضعا يحقق النفع منها دائما ولا تلد ضارة ابدا. ثم قال الحق بعد ذلك: اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس. ما هو العجيب في ان الله اوحى الى رجل منكم ان يبلغكم انذار الله وبشارته؟ ما الذي تعجبتم منه؟ هذا امر عجيب. وما موضع العجب فيه؟ موضع العجب فيه ذكرته الحيسية في اخر السورة، انه رسول من انفسكم من البشر، ورسول من انفسكم اي من العرب، رسول من انفسكم اي من قبائلكم، من انفسكم ممن تعرفون كل خلقه. فما العجيب في ان يرسله الله رسولا اليكم؟ انكم ائتمنتموه على اموركم من قبل ان ينزل عليه شيء من الله، فكأنكم احترمتم طبعه الكريم، وانكم في كثير من الاشياء قبلتم منه ما يصل اليه، بدليل انكم لما اختلفتم في حين بناء الكعبة وبعد ذلك قالت كل قبيلة نحن اولى بان نضع اقدس شيء في الكعبة وهو الايه وهو الحجر، احنا اللي نضعه باذن، فاختلفت القبائل، فما كان الا ان حكموا اول داخل، فشاء الله ان يكون اول داخل هو محمد بن عبد الله. فكيف يحل محمد بن عبد الله هذه المشكلة ولم ينزل عليه وحي بعد؟
انها الفطرة التي جعلته اهلا لاستقبال وحي الله فيما بعد. فماذا صنع لينهي هذا الخلاف؟ جاء برداء ووضع الحجر على الرداء، ثم قال لكل قبيلة امسكوا بطرف من الرداء واحملوا الحجر الى مكانه. تلك فطرة سليمة. سيدنا ابو بكر زي ما قلنا ان لما قالوا له وهو راجع من الرحلة بتاعته قالوا له قد ادعى صاحبك النبوة، قال ان كان قد قالها فهو صادق. من اي شيء جاءت؟ هو سمع منه كلاما معجزا؟ اسمع منه قرآنا؟ لا، مجرد ادعاء بانه رسول قال له على عيني وراسي. ليه؟ لانه جربه في كل شيء صادق وجربه في كل شيء امين، فما كان ليصدق فيما بين البشر ليكذب على الله. انتهى. خديجة قلنا كمان انها حينما قال لها انه يأتيني كذا واخاف ان يكون كذا، قلت له لا، المقدمات التي في حياتك لا توحي بان الله يخذلك ويفضحك ويسلط عليك جني، ده مش معقول، انك لتصل الرحم وتعمل الكل وتكسب ممكن شبه، لا يخزيك الله ابدا. ولذلك كانت السيدة خديجة اول فقيه مستنبط قبل ان يجيء الاسلام. اكان للناس عجبا. اذا كلمة أكان للناس عد أكان، التعجب من أن يصدر منهم عجب، يعني القرآن بيتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب. ومدام يتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب يبقى المنطقي أنهم ما كانوش إيه يتعجب. وحين تتعجب من شيء إما أن تتعجب منه لأنه بلغ من الحسن مبلغا فوق مستوى ما تعرف من البشر. ساعة ما تشوف صنعة جميلة كل ما أحسن هذه الصنعة، أي إيه اللي خلى الصنعة دي جميلة كده؟ الله، أكنها بلغت من الجمال مبلغا ما انتش مصدق إن حد من اللي موجودين دول إيه يعمل. ما أحسن السماء، إيه السماء الجميلة دي؟ بيتعجب من إيه؟ وقد يتعجب من الشيء لأنه قبيح ما كان يجب أن يرد على الخاطر. ولذلك يقول كيف تكفرون بالله؟ قولوا لنا إيه الطريقة اللي انتوا كفرتوا بها بالله دي؟ دي مسألة عجيبة إنكم إيه تكفرون بالايه؟ لا. فبيقول لهم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ما كانوا يريدون، اننا جئنا برسول من انفسكم وعزيز عليه ما عنتم وحريص عليكم وبالمؤمنين رهيب، ماذا تريدون من الرائد ان يكون الا هكذا؟ فكيف تعجبون؟ اذا عجبكم دل على ان بصيرتكم غير واضحة الحكم على الاشياء. فالشيء الذي ما كان يصح ان يستقبل بالعجب نحن نتعجب من عجبكم منه. وحين تتعجب من العجب يبقى تبطل التعجب ولا لا؟ تبطل التعجب. أكان للناس عجبا أن أوحينا، أي إيحاؤنا لرجل منكم كان عجيبا عليكم وما كان يصح أن يكون عجيب لأنه منطقي لأنه طبيعي. أن أوحينا، نعم، ما هو الوحي؟ الوحي إيه؟ أوحينا يعني إيه؟ الوحي هو الإعلام بخفاء، فيه إعلام واضح، يا بني اصنع كذا افعل كذا هات كذا، دي اعلام ايه؟ وفيه اعلام بخفاء. يدخل عندك ايه ضيف وبعد ذلك الخادم مثلا سيه شويه تشاور له كده اشاره يعني حي الضيف، يبقى علمته بايه؟ بخفاء. فالوحي اعلام بخفاء مش واضح يعني. هذا الوحي يوحي الله الى الجماد، يوحي الله الى الحيوان. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أعلمها إعلام خفي، هو أعلم وهي فهمت، ملناش دعوة إزاي ما نعرفش، هو قال وهي إيه وهي فهمت. وبعدين يجي للحيوانات أيضا، وأوحى ربك إلى النحل، أنت ما تقولش أنا سمعت ربنا قال للنحل إيه، ما هو إعلام بإيه بخفاء، هو اعلم وهي فهمت، مالكش دعوه ما تقولش ازاي بقى. واوحى ربك الى الايه؟ الى النحل ان اتخذي من الايه؟ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، اي بما اودع فيها من الغرائب هي فهمت كن عنه. انتهت المساله. ويوحي ربك الى الملائكه، ادي الوحي من مين؟ ويوحي الى الرسل، ويوحي الى غير الرسل. اوحى الله الى ام موسى ان ايه؟ ان ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وأوحى إلى مين؟ إلى الرسل. يبقى يوحي الله إلى للملائكة يوحى، هذه واحدة، للجماد يوحى، للحيوان
يوحي لغير الانبياء من الصالحين، ايه يوحي للانبياء، يوحي هذا الوحي من مين؟ من الله. يبقى اذا الوحي اعلام خفي وهو يقتضي معلما هو الله هنا، ومعلما هو اما الارض بان ربك ايه اوحى لها، واما النحل اوحى ربك الى الايه الى النحل، واما الملائكه اذ يوحي ربك الى الايه الى الملائكه، واما الى بشر غير رسل، والى اذ اوحينا الى امك ما ايه ما يوحى، وبعد ذلك اوحينا اليك اللي هو للايه للرسل. يبقى هذا وحي من الله، عرفنا منه الموحي هو الله، والموحى اليه كل هذه الايه هذه الايه الاصنام. وقد ياتي الوحي من غير الله، وإن الشياطين ليوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشياطين يعملوا إيه؟ إعلام إيه؟ إعلام خافي كده يقولوه لبعض. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك، هو رسول. يبقى ده الوحي خاص ولا مش وحي خاص؟ وحي خاص على الأول. هذا الوحي الخاص ما دام إعلام خفي، ما تقولش انا ما سمعتش ربنا بيقول لي لمحمد اذهب الى هؤلاء القوم. ليه؟ قال لك لانك انت كنت هتسمع الحكايه دي ما كانش ضروري لمحمد ويقول لك انت بقى، خلاص تبقى المساله سهله قوي. ها الله. يبقى اذا يقول له ليه؟ قال لك لان طاقه الحق، القدره العاليه للحق، القدره المرسله الى الموحى اليه، لا بد ان يضع الله في الموحى اليه قوة تتحمل. قوة التحمل دي هي اللي بتعوز كلام. ازاي؟ احنا قلنا في البشر حينما يأتي ليعطي لضعيف طاقة من قوي، ما يعطيش الطاقة من القوي للضعيف مرة واحدة، وإلا الضعيف ما يتحملش الايه. ده احنا لما نحب نعمل وناسة في البيت نمرة خمسة ما نركبهاش على الكهرباء بتاعة البيت، نركبناها على الكهرباء بتاعة البيت ايه اللي يجرى؟ نعمل ايه؟ الترانس اللي بيقولوا عليه ترانسفورم. يعني ايه؟ يستقبل من القوي ويعطي الضعيف على القوي. فاذا كان الله سبحانه وتعالى يريد ان يوحي لرسول، هذا الوحي لرسول ما يمكنش الرسول وهو بشر يتلقى ايه مباشرة كده، يبقى لازم من ايه؟ من واسطة. الواسطة دي تبلغ في الارتقاء وتقدر تلتقي بالبشر اللي هي الايه الملك. يوم ده يعمل ايه؟ ولذلك مع هذا الرسول اول ما جاله الوحي تعب ولا ما تعبش؟ تعب. ليه؟ لان ما دام هيجي له وحي من الحق مع انه بواسطة، مع انه عامل ترانسفورم، ومع ذلك ايه تعب ويعرق وجبينه يتفصد عرق، وبعد ذلك اذا انفصلت عنه وحي يزملوني يدسروني ويرتعش ويرتعش. والصحابه يقول لك اذا نزل عليه الوحي وهو قاعد كده ركبته دي او فخذه على واحد يرده كانه صخره، واذا كان الوحي ينزل عليه وهو راكب المطيه ايه تقط منه يعني الله. اذا مجهود ايه؟ مجهود مادي، مجهود مادي. المجهود المادي ده يتعب مين؟ يتعب الرسول. فلما يتعب الرسول ويسر عنه التعب يبقى له حلاوة ما أوحي، فيبتدي يشوق الثاني للواحد. بعد ما يقول زملوني دسروني ومش عارف ايه، يبتدي هو اللي ايه. ليه؟ لأن التعب راح وبقيت حلاوة الايه. فربنا حب يشوق النبي للواحد. ليه؟ قال لك لأنه إذا شوقه لاستقبال الوحي استقبله بطاقة متقبلة. يقول لما يبقى فيه تعب الشوق ده يعمل ايه في التعب؟ يخليه يعني. ولذلك شوف كده مشوار إلى من تحب، والأرض وحلة والأرض فيها شوك ومش عارف ايه، تبقى ماشي ولم تش ايه ولم تشتاق. إذن الله أراد أن يربب فيه الشوق إلى الوحي، لأن الوحي كان بيجهده. ليه؟ لأن التقاء ملك ببشر. التقاء الملك بالبشر ده عايز صورتين، إما
أن ينقلب الملك إلى مرتبة بشرية، ودي ما فيهاش إجهاد على رسول الله، لأن العملية التحويل جت من مين؟ من الأعلى. وهو يفضل زي ما دخل عليه كده، قال وعد عليه أثر السفر ومش عارف ايه، ولا يعرفه منا احد، وبعدين قعد وحط ركبته على ركبة النبي، وبعدين النبي قعد يسأل النبي يقول لك ما الايمان وما الاسلام وما الاحسان، وبعدين بصوا ما لقوش، فقال له ايه ده؟ قال والله انه جبريل جاء يعلمكم امور ايه. فيبقى التحول منين؟ من جهة الارسال، ولا فيش مشقة على مين؟ على النبي. لكن المشقة تأتي من امتى؟ إذا بقي الملك على طبيعته والتحول يحدث لمين؟ لمحمد. أدي العملية الكيماوية اللي بت إيه؟ اللي بتقول زملوني دسروني ويعرق ويعمل ومش عارف إيه، كل دي. على الأول، يوم الحق سبحانه وتعالى يتلطف برسوله ويخليه يذوق حلاوة الوحي اللي أنزل إليه بعد ما يزول التعب، أم هو اللي يشتاق لدرجة إنه بقى إيه؟ اللي اسمها فترة الوحي. لما فطر الوحي النبي بقيت عنده حلاوة ما أوحي، فتشوق هو لمين؟ ويقعد يبص في السماء يشوف ايه هيجي امتى، هو اللي بقى ايه؟ هو اللي بقى يتطلب. فالحق سبحانه وتعالى لما شاف ان العرب الكافرين به استغلوا فرصة فترة الوحي، وقالوا ان رب محمد قد قلاه، جربوا كده يظهر ما لقاهش مش عارف ايه، فسكت عنه. طب لم انتم تقولوا ان رب محمد، لماذا اعترفتم الان ان له رب؟ شو بالغباء، حتى غباء المعارضة، يقول لك ايش معنى عرفته دلوقتي ان رب محمد؟ ليه؟ لان مسألة سلب عطاء، فلما سلب عطاء يقول له رب بس هو ما عجبوش انصرف عنه، خلاص كده. يبقى اذا اعترفوا بان لمحمد ايه؟ اهدى المراد، علشان ايه؟ نقفشهم في انهم فاهمين ان فيه رب وان محمد فيه بيبلغ عنه صادق، فقال نعمل الوحي عنه كده علشان هم ايه اسمها نعمل لهم مطب، او ربنا عمل لهم مطب. اما قالوا ايه؟ ان رب محمد بس هي دي اللي احنا عايزينها، يبقى ما دام رب محمد يبقى ده اللي ايه اللي عايزينها على الاول. وبعدين لما يعمل العملية دي يقول لهم انتوا اغبياء البعدة، احنا خدنا منكم المنطق اللي احنا ايه اللي احنا عايزينه في ان محمد له ايه؟ له رب، بس انتم لما جاتوا في السلب في الايجاب ما كنتوش مصدقين، لما في السلب بقى ايه؟ بقى رب. تعال او كتر خيركم. طيب احنا عايزين نقاضيكم الى عقولكم، نقاضيكم الى الكون الذي تعيشون فيه، نقاضيكم الى الظواهر المادية اللي محسوسة لكم. انتم الاحداث لا بد لها من زمان ومكان، كل حدث لازم له من زمان ومكان، ولذلك إذا لم يوجد حدث لا يوجد زمان ولا مكان. ولذلك اللي يقول أين كان الله يقول له الله مش حادث، الأينية في الزمان والمتوية في المكان لا تأتي إلا بوجود حدث، ومدام هو مش حدث يبقى ما فيش زمان وما فيش إيه مكان، لأن الزمان كان به والمكان كان به. مدام انتوا الاحداث عندكم، المكان انتوا مستقرين فيها اهو، والزمان الذي يتوالى عليكم، لان الظرف يعني الزمان الذي يحدث فيه الحدث اسمه ايه؟ ظرف اتحط فيه الحدث، والمكان الذي يحدث فيه الحدث اسمه ايه برضه؟ بس ده ظرف زمان وده ظرف مكان وده ظرف مكان. ظرف المكان ظرف قار ثابت، وظرف الزمان ظرف غير قار، يبقى كان ايه حالا، اللي حال ده بعد شويه يبقى ايه ماضي، والمستقبل يبقى بعدين ايه، يبقى بعدين في زمن ماضي ايه وفي زمن حال وفي زمن، يبقى ظرف غير ايه غير قار. ما دام غير قار ينتقل من وقت من شيء الى شيء، اللي كان مستقبل هيبقى ايه حاضر، والحاضر ده هيبقى بعدين ايه ماضي، يبقى فيه ظرف غير ايه غير قار. ما دام ظرف غير قار يبقى هيجي فيه تناوب، التناوب في الظرف غير القار هي اللي احنا بنظاهرها. اما قال لك الليل والنهار دول الحاجتين الايه الواضحين قوي، اختلاف الليل والايه، يجي الليل والنهار خلفه. قال ادي ظرف زماني، هذا الظرف الزماني متغير
مرة يبقى ليل ومرة يبقى نهار. طب بيبقى ليل ليه وبيبقى نهار ليه؟ أم قال لك لأن النهار مجهول ضياء للحركة للكتر للشغل، والليل ظلام عشان الايه؟ السكون والراحة. ليه؟ لأن إن لم ترتاح في الليل ما تقدرش تشتغل الصبح. يبقى الليل مناخد للنهار ولا مكمل للنهار؟ يبقى ما تعملوش ان الليل ايه ضد المين ده، هم بيكملوا ايه. طيب هل اذا جاء الليل وسكن وهدأ وكده معنى ذلك انه ما يجيش نهار؟ لا، ده يجي نهار بنشاط. قال ايه مسألة الوحي بالشكل ده؟ تمام، الوحي اجهد رسول الله، يبقى عايزين له ايه؟ شوية سكون، نفطر عنه بالوحي نديله ايه؟ شوية هدوء. ليه؟ عشان يبقى له نشاط ايه؟ يستقبل به زي الليل والنهار. فقال الحق سبحانه وتعالى ردا عليهم والضحى والليل اذا سجى. الضحى ضحوة النهار دي والعمل والحركة، والليل اذا ايه؟ قال اذا جاء الليل يسجى يبقى ضد النهار ولا جاي عشان يساعد النهار؟ جاي عشان يساعد النهار. اهو فترة الوحي جاءت لتساعد مين؟ لتساعد الرسول، علشان يبقى. ولذلك هيقول والضحى والليل اذا سجى، يعني بيحلب بالظاهره الكونيه المرئيه المشاهده اللي هم معترفين به. خلاص كده، ما ودعك ربك وما قلى، بل اعطاك طاقه تايه تزيد من حركتك وتزيد من جهدك بايه؟ بانك انت تشتغل ايه لامر الواحد. يبقى قلاك ولا اعانك؟ يبقى ايه؟ اعانك. فقال لهم يا اغبياء، احنا خدنا منكم رب محمد وعايزين نرد عليكم بقى، نقول لكم ان فترة الوحي عن رسول الله كالسكون الليل ليهدأ بعد الضحى الايه المجهد، ولكن عشان يجي الثاني هيبقى احسن من الاول. قال له ولا الاخرة خير لك من الاولى. هتيجي بقى الحكاية بقى ايه شكلها. إذن فكان تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء بعد السورة دي يقول إيه؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يبقى إذن عملية متممة ولا لا؟ ولذلك العمليات المتممة الأغبياء يظنون أنها متناقضة، ظلمة وإيه وضوء وليل ونهار. الأغبياء يقول لك ده إيه تناقض، يقول لا ده اسمه إيه؟ تكامل. زي الذكر والأنثى تمام، يعملوا عداوه بين المراه وبين مين؟ يقول لك دي ودي وده ومش عارف، ويقعدوا يعملوا لنا الدوشه. يقول لهم هم متكامله، ده له مهمه وده له مهمه. المراه جعلت سكنا كظلمه الليل، يهدأ عندها الرجل ليستأنف نشاطه في الحياه بعد ذلك. اذا لها مهمه معاه وهو له ايه؟ ولذلك ياتي مره اخرى في سوره اخرى ليشير الينا الى هذه الرمزيه التي تحل لنا الاشكال. يقول ايه؟ والليل اذا يغشى والنهار وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. كل واحد له ايه؟ كل واحد له مهمه تكمل مهمه الاخر. فاياكم ان تجعلوا المتقابلات متعاندات، بل هي متساندات متعاونات. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم زي من أنفسكم تمام أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. الله، ما هو الإنذار وما هي البشارة؟ الإنذار الإخبار بشر يمكن أن تتلافاه. طب والبشارة؟ الإخبار بخير يحثك على أن تقتنصه. تنذر اللي يهمل بأنه يسقط، يبقى معناه عايز من الإنذار إيه؟ أنه يجد عنه تهت. لازم يكون فيه فرصة ولا لا؟ طيب واللي نجح تقول له أبشر إنك لما تنجح تروح الكلية اللي أنت عايزها ويبقى لك مستقبل ومش عارف، عشان يعمل إيه؟ يبقى مهمة الإنذار ومهمة التبشير، الإنذار نحثه على أن لا يفعل هذا، والتبشير نحثه على أن، والأمور في الأحداث بين سلب وبين إيه؟ وبين إيجاب. أن أنذر، طب وليه جاب أن أنذر قبل بشر؟ وكلمة أنذر عامة
وكلمة بشر للمؤمنين خاصة. أم قال لك لأن أنزل بتنزل الكل، اوعى تعمل دي احسن هيجي لك النار، اوعى تعمل دي احسن هيحصل كذا، اوعى تعمل كذا، لكن البشارة تكون لمن؟ لمن آمن. ولا الإنذار والبشارة الاثنين للمين؟ للمؤمنين. ولكن الله أراد أن يجعل المؤمنين في صف الايه؟ في صف الايه؟ البشارة دائما. واحنا قلنا بقى ان ما دام الإنذار، لأننا قلنا التخلية من العيب قبل ايه؟ التحليه بالايه؟ بالكمال. اذا اصطدمت مع اشياء تجيب اذى واشياء تجيب نفع، بنشتغل بايه الاول؟ في درء المفسده الاول، زي ما مثلنا الطوبه والتفاحه. الطوبه والايه؟ واحد هيزقل لي بطوبه وواحد هيزقل لي تفاحه. اعمل ايد لمين الاول؟ لازم للطوبه. درء المفسده مقدم على ايه؟ على جلب المصلحه. ان انذر الناس. كلمة الناس دي لها معنى. الناس هم الجنس البشري المنحدر من آدم إلى أن تقوم الساعة. وديا المستشرقين جم عند كلمة الناس دي وحبوا يدخلونا في متاهة التشكيك. يقول لك القرآن فيه تكريرات ملهاش، وأهم سورة خدوها سورة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الناس. قال لك أدي الناس مرة، ملكي الناس، إلهي الناس، يبقى كررها كم مرة؟ من شر الايه؟ الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هم فاهمين ان المعنى في الناس واحد، لا، لان الله حينما يقول ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، يبقى هل الناس كلها اللي بتحسد؟ هما اللي يبقى مين اللي محسود؟ طيب ام يحسدون الناس، يبقى ناس يحسدون مين؟ الناس. متى تكون الناس عامه لكل الافراد؟ قال لك في الحكم العام، لما يجي ربنا يقول ان اول بيت وضع للناس، بتحل لنا اشكال كمان. وضع للناس، وضع لمين؟ لبعض الناس ولا لكل الناس؟ لكل الناس. من لدن مين؟ من لدن ايه؟ آدم. طب آدم يبقى من الناس ولا مش من الناس؟ طب ده من الناس، يبقى إذا البيت وضع للناس أي وضع لآدم أيضا. طب وما دام وضع لآدم يبقى من اللي وضعه؟ لازم يكون قبل آدم. أمال إيه؟ ها؟ إن أول بيت وضع لمين؟ وآدم من، يبقى لازم اللي وضع البيت يبقى من غير مين؟ يبقى هو اللي وضعه ربنا. ما تقولوش بقى ده ابراهيم هو اللي وضع، قول له ابراهيم رفع البيت، رفع القواعد من البيت، يعني جاب البعد اللي هو البعد الثالث. انما بوأنا لابراهيم مكان البيت هو علمناه له. واذا كان ابراهيم هو الذي بنى البيت نقول له وكيف ينسجم مع هذا، مع ان إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ومين؟ يبقى إسماعيل كان شريكه في إيه؟ في الرفع والبناء، يبقى لازم كانت له قوة يساعد بها ولا لأ؟ طب لكن ده إسماعيل ده كان مع عمه رضيع صغير، وقال إبراهيم لربه رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله، يبقى إذن عند بيتك المحرم البيت قبل كده. إذن فالذين من العلماء يقولون إن أول من بنى إبراهيم، نقول له ومن قبل إبراهيم إلى آدم، لماذا؟ أليسوا ناسا؟ ناس. طب ولماذا لم يكن لهؤلاء الناس بيت لله؟ ويجي اللي بعد إبراهيم هو اللي هو بيت ربنا. لازم يكون ما دام وضع للناس وآدم من الناس، يبقى البيت لازم إيه؟ يكون موضوع إيه؟ موضوع قبل الإيه الناس. إذن فكلمة الناس قد تكون عامة وقد تكون إيه؟ خاصة. خاصة في قوله بنت، في قوله إيه؟ أم يحتدون الناس. تعال بقى في الصورة اللي هم دوشون به وقعدوا يقولوا لا ده فيها تكثير، قال قل أعوذ برب مين؟ أدي الربوبية. قد يكون ربا يوجدك ويعطي لك الصفات وبعدين تشرد انت منه. قال لك لا ومالكك كمان. الله ده له اختيار. طب لو ملكني ما كان يؤمن وخلاص. قال لك لا، ده هو عمل فيه شيء اختيار وفيه شيء من غير اختيار.
ولذلك الذين تمردوا على الله فكفروا به نقول له انت متمرد على الله وبتكفر به، بتقول لا ما فيش اله، او ان كنت مش عارف لا مش عايز اطيع، يبقى انت تعودت التمرد. ما دام تتعود التمرد يبقى كان يجب عليك لتكون منطقيا مع نفسك ان تتمرد على كل الاحداث التي تصيبك. فاذا جاءك مرض تقول لا مانيش عيان، ما تقدرش، تجي لك حاجه كده بعيده عن ما تقدرش تدفعها، الله مصيبه في ولد ما تقدرش تدفعه، مصيبه في مال ما تقدرش تدفعه، الله امال عملت ارنب ليه؟ طب ده انت متعود ان تتمرد. من اقول لك اعمل كذا تقول لا مش عامل. طب ان كنت بقى ما بتعملش، ما تخليش الاحداث تنال منك بسوء. ما دامت الاحداث تتنالك بسوء ولا تقدرش تدفعه، يبقى انت مملوك لي ولا لا؟ انت مملوك لي. يبقى فيه فرق بين ان يكون رب الناس وان يكون ايه؟ يبقى الناس هنا اي المربوبه، والناس الثانيه اي الايه؟ المملوكه. اله الناس اللي يجب ان يكون معبود، يبقى الناس الاولانيه المربوبون ادي، والناس الثانيه الايه؟ الذين لا يخرجون عن قدره الله في الامور القهريه، خلاص. والثانيه ايه؟ اله مين؟ يقول لك بقى من شر الوسواس الخناس. الوسواس اللي يوسوس لك كده في ايه؟ في ودنك. وخناس يخنس ساعه ما يسمع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايه يرجع شويه. الذي من شر الوسواس الايه؟ الخناس. الذي ايه؟ يبقى الناس اللي جاي يوسوسوا في دور ناس الموسوسوا اليهم. يبقى بينا عندنا كم ناس ذاتي؟ المربوبون، المملوكون، المألوهون، خلاص، الايه؟ الموسوسوا اليهم. طب والناس الاخرانيه تكررت ليه؟ يقول لك يا اخي في فرق بين الموسوس والموسوس. الموسوس شيء والموسوس اليه ايه؟ شيء. فقول ايه؟ من شر الوسواس الخناس الذي ايه؟ في صدور الناس اللي هم الموسوس اليهم ولا لا؟ والذي يوسوس اما ان يكون من الجنه واما ان يكون من الايه؟ من الناس. يبقى ده موسوس اليه. يبقى اذا ما فيش تكرير ولا فيش اي حاجه، كل واحده جايه ايه؟ جايه في ايه؟ مطرحها. نعم. تقول لك مثلا ايه؟ انا رئيس، انا معلم هؤلاء الطلاب، خلاص، ورئيس جمعيتهم الصحفيه، ورائدهم في الرياضة. تقول ايه؟ انا معلم الطلاب ايه؟ ورئيس الطلاب في الجمعية الصحفية، ورائد الرواد في الايه؟ في الرحلات، ومصحح الامتحان للطلاب. كلمة الطلاب هنا غير الطلاب هنا غير الطلاب هنا غير الطلاب هنا، كل واحدة لها ايه؟ لها معنى. ان انذر الناس، كلمة بقى ان الرسول هو الخاتم والبتاع، يبقى المراد بها الناس كلهم ولا لا؟ يبقى الناس الايه؟ كلهم. ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربه. بشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربه. القدم معرفه أنه آلة السعي إلى الحركة، كما أن اليد آلة الإعطاء. تقول فلان له يد عندي، وننسى أيديك عليه، هي أيديك؟ طب ما يمكن جايب لك الهدية كده وماشي ولا راكب، ما رجله برضه. قال لك لأنما تتناول بإيه. فإذا كل جارحة لها في الإيه؟ في الأعمال وضوح. فالرجل في السعي إلى الأشياء، واليد في ايه؟ في العطاء، والاذن في الايه؟ والعين في الايه؟ في الرؤيه. اذا كل جارحه لها ظاهر ايه؟ في الحركه التي. ان لهم قدم صدق. ام قال لك قدم صدق معناها ايه؟ قدم صدق. قال لك لهم سابقه فضل. سابقه فضل، قال لك لانهم لما استمعوا الى منهج الله وأدوا منهج الله كما يحبه الله، لما هتبشرهم بالجنة لأن لهم سابق قدم سعى إلى الخير. إلى الخير. يبقى قدم إيه؟ وقدم صدق. هو في قدم يبقى قدم كذب؟ قال لك إيه؟ ما يخلعه الأفاقون على تواريخ الناس، يقول لك ده كان وكان 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 له قدم وكلام كذب وكلام إيه؟
وكلام كده. يبقى فيه فرق بين قدم الصدق وقدم الايه. يبقى قدم صدق يعني سابقة في الفضل، هذه السابقة في الفضل هي التي أهلتهم لأن يكونوا موضع الايه، موضع البشارة. والقدم عن صدق ليه؟ لأنهم أخذوا حق وأعطوا من واعد حق، يبقى قدم ايه؟ صدق. كلمة صدق دي قلنا ان الصدق ده هو الخصلة التي لا يمكن لمؤمن ان يتنحى عنها، ان تنحى عنها يبقى تنحى عن ايمانه. ولذلك حينما سأل رسول الله أيسرق المؤمن؟ قال يمكن يسرق، يزني يمكن، يكذب؟ لا ما يكذبش. ولذلك قلنا لكم الرجل اللي راح العربي قال له يا رسول الله انا عندي ثلاث حاجات سيئة، وانا هعطي لنفسي هعطيك حاجة تأمرني بها اتمس بها وتسيب لي الحاجتين الاثنين. عايز ياخد اذن بايه؟ بخصلتين سيئتين في مقابل ايه؟ خصلة يتنازل هو عنها. ايه هم؟ قال له والله مسألة النساء دي انا يعني صعب فيها شوية، ومسألة الايه الخمر، ومسألة ان احب اكذب. يبقى كم خصلة؟ فقال له طيب احنا هتقسمها كام؟ قال له خلي اثنين ليا وواحده ليك. قال له طب ما تكذبش. فلما انصرف وحدثته نفسه بالمراه قال وهب ان رسول الله سالني، ما هقول له ايه؟ راح للخمر قال وهب ان رسول الله سالني. يبقى الصدق جماع الخير ولا مش جماع الخير؟ يبقى جماع الايه؟ جماع الخير. وعلى الصدق تدور الحركه النافعه في الكون. لما التاجر يصدق في ثمن الاشياء، العامل يصدق في اخلاصه للايه للعمل، واحد يصدق في نقل الخبر، واحد العالم يبقى ايه؟ لان اللي بيعمل فساد في الكون ايه؟ هو الكذب كله. كذب اي مظهر من المظاهر هو اللي بيخل حركه المين؟ حركه الايه؟ الحياه. ولذلك يكرر الله كلمه الصدق في القران. يجي مثلا الحق سبحانه وتعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أنزلناهم في مكان ما غشناهمش، قالوا مثلا إحنا ما نصبرش على طعام واحد، إحنا عايزين ناكل مما تخرج الأرض عليه بطومس. يبقى بوأناهم مبوأ إيه؟ صدق. ما كذب عادوا ديا إيه؟ يروحوا لدي. وإذ بوأنا إيه؟ بني إسرائيل مبوأ إيه؟ صدق. وبعدين قال إيه؟ تاني في برضه في الصدق، قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يعني ذكر حسن ما يجيبش لي تزييف. اجعل لي لسان صدق في من يأتون بعدي، يعني يقول فلان كان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان، بس خليه يبقى كلام ايه؟ مش زي الكذب اللي احنا بنبقى نسمعه بقى ويخلعوا على الناس بطولات كايه؟ بطولات ايه؟ كاذبة على الأول. طب وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الإنسان ووصينا الإنسان ايه؟ بوالديه، حملته أمه إيه؟ وضعته، وحمله وفصاله إيه؟ ثلاثون، لا ذلك في عامين، حمله وفصاله ثلاثون شهرا، خلاص؟ حتى إذا بلغ إيه أشده إلى آخره، وبعدين إيه؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ما صالت وأدخلني في رحمتك في عملك، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن إيه؟ نعم، ونتجاوز عن سيئاتهم، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وعد الصدق ليه؟ أم قال لك لأن مرة يكون الوعد كذب، أن تعد بما لا تملك، أن تعد بما لا تقدر عليه، أن تعد بما لا تمهلك الحياة إليه. يعني أنت وعدت واحد تعمل له الشيء الفلاني، زي ما ربنا قال ولا تقول لأن لا تقولن لشيء إني فاعل أنا هفعل كده، يبقى وعد بأن تفعل. قال لا اوعى تقول دي إلا أن يشاء الله، لازم تحط إيه؟ إلا أن يشاء الله. ليه؟ أم قال لك لأنك حين تعد لا تملك نفاذ ما وعدت به. انت وعدت واحد تقابله بكره في المكان الفلاني عشان تتكلموا في كذا وكذا وكذا وكذا، نقول اضمنت حياتك ان تكون؟ ادي اول عنصر مفقود. اضمنت حياته هو ان يكون؟ ثاني عنصر مفقود. طيب اضمنت ان السبب الذي من اجله تلقاه لا يتغير؟ اضمنت ان كل هذه اجتمعت ثم غيرت أنت رأيك في هذه المسألة؟ كلها اجتمعت،
أضمنت أن لك صحة وعافية تعينك على أن تذهب؟ إذن لا تجازف بأن تعد بشيء ليس عندك عنصر من عناصر الوفاء له، واسندها إلى من يملك كل العناصر، وقل إلا أن يشاء الله. يبقى وعد الصدق معناها إيه؟ أن تعد بما سيتحقق قطعا. ليه؟ لأن الذي وعد به قادر، لا تخرج الأشياء مهما كانت عن قدرته، ولن يفرك الأشياء لأنه إيه باقي، ولن تتغير ولن يتغير رأيه لأنه ليس حدثا يتغير. يبقى وعد الصدق ولا مش وعد الصدق؟ وعد الإيه؟ وعد الصدق. وبعدين بقى يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد إيه؟ مقعد صدق. ربنا قال لهم هتقعدوا في حضرتي ومش عارف إيه وبتاع، وبعدين يلاقوا الكلام إيه؟ الكلام تمام زي ما قال في مقعد. إذن كلمة الصدق كلمة إيه؟ دائرة، قدم صدق مبوأة إيه؟ صدق. وبعدين مرة يقولك أدخلني مدخل إيه؟ أدخلني مدخل صدق وأخرجني، يعني أدخلني البلد دي مدخل صدق للغاية التي لا أستحي من أن أقولها. مش أدخل بغرض قدام الناس وأنا لي غرض آخر. وكذلك تخرج منها مخرج إيه؟ يبقى الأول قال إيه؟ قدم صدق، وبعدين مبوأة صدق، وبعدين أدخلني مدخل إيه؟ وأخرجني مخرج إيه؟ وبعدين قال وعد الصدق الذي كانوا يوعدوه، وبعدين قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى دي تحببنا في الصدق ولا لا؟ كل أمور الحياة وفضائلها وخيراتها وما ينتظر الناس من ساعات كله دائر على إيه؟ على كلمة الإيه؟ الصدق. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق سابقة فضل عند ربهم يجازيهم بها، لأنهم عملوا بمقتضى إيه؟ بمقتضى منهجه. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. الله، كلمة قال الكافرون ما جاتش لهم سيرة هنا، ده هو بيخبر أهو، بيقول وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. فلما قال الرسول ذلك قال الكافرون هذا إيه؟ ساحر مبين. ساعات القرآن يحذف أشياء لأن لباقة السامع ستنتهي إليها، فلا يريد أن يقول كلام بس كده. انظر مثلا إلى قصة بلقيس مثلا، الهدهد قال له إيه؟ أحط بما لم تحط به. شوف بقى الهدهد عمال بيتكلم مع سليمان بيقول له أنا عرفت اللي أنت ما عرفتوش، عشان يا ربنا يعلمنا الإيه؟ يعلمنا الأدب مع من دوننا، يهب لمن دوننا ما يعلمه. ألم يعلمنا الغراب كيف نواري سوءة؟ مش فبعث الله غرابا في الأرض، وبعدين نقول ده أغبية ومش أغبية، مين الغبي؟ فبعث الله إيه؟ ولذلك يقول يا ويلتا يا خبت، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. شوف الإنسان المسخر له هذا، يقول لك إذا لما جاء له أحط بما لم تحط به، شوف كيف أبرز لنا الله أن الأدنى إن رأى خيرا لازم يقوله للأعلى، ما يفتكرش إن المنزلة دي ما يبقاش يعني كده. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إلى آخر القصة، إني وجدت امرأة كذا 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 كذا. وبعدين قال له إيه؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت الله، ده لسه ربنا بيقول له ما راحت ولا عمل حاجة. فأكنه قال ايه؟ فذهب الهدهد بالكتاب فألقاه الى بلقيس، فلما قرأته بلقيس جمعت القوم وقالت ايه يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. لكن هل يجيب لي القصة دي اللي ممكن تنفهم؟ هو قال له اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ايه ماذا ايه يرجعون. قالت الله، على ده لسه بيأمره، مما يدل على أن أوامر التلقي كانت سريعة بحيث لا يوجد فاصل بين الأمر وبين تنفيذه، فالتحم الأمران معا وإلى